لا تنسوا الضغط على زر صابوني أو اشتراك جام ثم تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم موديل تاع اون غوب بزاف شباب وبزاف حلو، حبيتكم تجربوه وديروه للعيد ان شاء الله. انا اليوم خدمته في لاطوال، راهو قماش تاع خرجه. مي نتوما تقدروا تخدموه في لافيبغان غلاسي ولا فلاشوازات ولا، وتجيكم اون غوب بارده وخفيفه تاع الصيف. وبلا ما نطول عليكم نمر مباشره الى طريقه التفصيل. لهنا نحكم قطعة القماش تاعي، نطويها على 4 من العرض تاعها، يعني المترة ونص نطويها على 4. انا هنا عندي مترة واحدة من لطوال، قلت لكم لطوال راهو قماش تاع خرجة تاع الحجابات تاع برا، باسكو انا حبيتها اون غوب تاع خرجة. مي نتوما تقدروا تبدلوا القماش كيما قلت لكم. لهنا نحكم النحي منه 18 سنتيمتر من الطول اللي هو مترة، نحي منه 18 سنتيمتر ونقصه. هذا راح ندير به القطعه العلويه هذيك اللي تجي زايده اللي تجي مشرشفه من الفوق. انا لهنا استعملت مترة واحده خاطر حبتها ميدي، مي ولا حابينها طويله بيان سور تستعملوا الطول اللي يساعدكم. هاليكم الطول الكلي تاع هذه القطعه هو متر ونص والعرض هو 18 سنتيمتر. دركا نبداو نفصلو في لا غوب تاعنا. دركا والقماش هكا راهو مطبق على 4، راح يكون عندي جهه مطوية على 2 لاصقة في بعضها منا، وجهة مطوية على 2 منفصلة، هذه اللاصقة وهذه المنفصلة. انا راح نفصل على هذه الاتجاه هذا اللي فيه الجهة المنفصلة هكذا. نمشي 20 سنتيمتر ونحط نقطة. لهنا لطي راهي لطي ام، مي نقدروا في لي طاي الكبار نزيدوا حتى 5 سنتيمتر، يعني ممكن 3 ممكن 5 على حساب لا طاي تاعنا. المهم انا دوكا نحتاج لا طاي ام، مشيت 20 سنتيمتر فقط، ومن بعد نهبط بهذه الطريقه ب 12 سنتيمتر. لي طاي كامل يهبطوا ب 12 سنتيمتر، ومن بعد نعينوا دوران الصدر. دوران الصدر لهنا راه عندي 90، نزيد 90 على 4 زائد 5 سنتيمتر هكذا، ونزيد له 5 سنتيمتر. بعد الطريقة ومن بعد نهبط ب 16 سنتيمتر باش ندير دوران الخصر. مي قبل ما ندير دوران الخصر نعين القوس تاع الطابق. لهنا ما يجينيش قوس كامل، يجي غير هذه القطعة هكذا، ومن بعد نهز دوران الخصر. والوحدة تهز دوران الخصر تاعها مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر. واللي ما تعرفش تاخذ القياسات راني درت لكم فيديو فيه طريقه مبسطه لاخذ القياسات، اللي ما تفرجتوش تروح تتفرجوا. دوك نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف هكا. نزيدو له 5 سنتيمتر بهذه الطريقة، ومن بعد نزيدو نهبطو بعشرين سنتيمتر ونديرو دوران الورك أو دوران الأرداف، قسمة 4 زائد 5 سنتيمتر بنفس الطريقة هكذا. دركا نوصلوا النقاط لبعضهم بقوس هكذا، ونزيدوا نوصلوا الخصر للأرداف بهذه الطريقة. ومن بعد من نقطة تاع الأرداف نكملوا إلى آخر الباترون بخط مائل
هكذا. هنا نروح نقص هذا الباترون تاعنا ونخلي هذه القطعة راح نخرج منها شريط هكذا. نروح نقص الباترون عاود نوريكم. هاوليكم الباترون بعد ما قصيناه، هاي الجهة المغلوقة نديروها هي الخلف، والجهة المفتوحة هي اللي نديروها الأمام. دركا نروح نخدم هذه القطعة. أو هذا الشريط هكا نحكمو نطبقوه على اثنين. نزيدو نطبقوه على أربعة باش يسهل باش تسهل علينا عملية القص. هكذا راح يخرج لنا فيه بالتقريب من 3 إلى 4 سنتيمتر، وهو مطوي هكا على اثنين. هذا هو الشريط تاعنا اللي نحتاجوه. هكذا هاوليكم الشريط، وراح يكون بطول لاغوب تاعنا كامله، بطول الفستان. هكذا ونوري لكم هذيك القطعه الفوقانيه وين راح تركب. راح نركبوها هنايا من الاعلى في لو كول باتو هكذا، ومن بعد كي نركبوا لها لاستيك راح تتلم. من بعد في مرحله الخياطه نوري لكم هذه الخطوه بالتفصيل. دركا نروحوا جوست نقوسوا لو كول باتو تاعنا. دوك نوري لكم نهبطوا باثنين او 3 سنتيمتر من هنا ونديروا قوس من الامام ومن الخلف هكذا، ونقصوا الزياده. هكذا دركا نروحو نديرو لي بانس. اول حاجه نديروها في لابانس اننا نعينو هذا الخط اللي هو خط الوسط، يعني الخط تاع الخصر، نعينو منو 10 سنتيمتر بهذه الطريقه، نعينو نقطه هكذا ونطلعو من هذه النقطه الى خط دوران الصدر اللي جينا مع الطابق، ونعينو النقطة ونهبطو بخط بهذه الطريقة. المسافة تاع هذا الخط راح نزيدو نمشيو بها من الجهة الأخرى، يعني نفس المسافة اللي مشينا بها من الفوق نزيدو نمشيو بها من تحت، ونرسمو مثلث هكذا. نعينو من النقطة هذه اللي في الوسط، نعينو 1 سنتيمتر من اليمين و1 سنتيمتر من اليسار، ونديرو مثلث، وبنفس الطريقة نزيدو نرسمو المثلث من الأعلى. وهذه هي لابانس تاعنا الخلفية، راهي واجدة هذه القطعة الخلفية. دركا نروحو نهزو هكا نقابية ولا عفسة، نثبتو بها النقطة الأولى والنقطة الثانية اللي في الوسط والنقطة العلوية. باش كي نقلبوا القطعة الخلفية تاعنا نلقاو من الجهة الأخرى نلقاوهم ماركين كيما هكا. نعاودو نثبتوهم، نعاودو نرسموهم ونوصلوا النقاط لبعضاهم. هذا هو خط لابانس تاعنا، ونزيدو نمشيو 1 سنتيمتر من النقطة الوسطانية، 1 سنتيمتر، ونزيدو نرسمو المثلثات تاعنا بنفس الطريقة اللي رسمنا بهم المرة الأولى. هكذا دركا هادو تاع الخلف راهم واجدين. دركا نروحو نرسمو تاع الأمام. هاي لكم القطعة الأمامية، نعودوا بنفس الطريقة نطويوها ونرسمو خط الوسط.
عين الخصر ونرسمو خط هكذا. نزيدو نمشيو بعشرة سنتيمتر كما درنا المرة الأولى هكذا، نعينو النقطة ومن بعد نطلعو إلى دوران الخصر، ولكن من دوران إلى دوران الصدر عفوا، ولكن من دوران الصدر هذه المرة راح نهبطو بربعة سنتيمتر ونعينو خط، يعني تحت دوران الصدر بربعة سنتيمتر تبدأ لابانس. نعينو الخط الأول وبنفس المسافة نزيدو نمشيو تحت خط الوسط ونزيدو نعينو خط. إن شاء الله تكون واضحة الطريقة. ونزيد نعينو من نقطة الوسطانية هذيك، نعينو واحد سنتيمتر من اليمين ومن الشمال، ونرسمو هادو المثلثات تاعنا من الأعلى ومن الأسفل هكذا. لابانس تاعنا الأولى راهي واجدة. نزيدو بنفس الطريقة نحدوهم بنقابيات كما هكا، نقلبو ونعاودو نرسمو النقاط الثلاثة تاعنا هكذا. نزيدو نعينو نقطة من اليمين ومن الشمال بواحد سنتيمتر هكذا، ونرسمو المثلثات تاعنا. وبهذه الطريقة تكون لابانس الثانية راهي واجدة. دركا رايحين نبداو نخيطو، نبداو نلصقو القطعتين تاع الامام من بعض في بعضهم بهذه الطريقه، نخيطو من الوسط هكذا. ولا هنا كي نوصلوا للاخير راح نخليو اون فونت هكا، راح نخليو هذه الشقه ما نديروهاش ما نخيطوهاش. نروحو نكفو هذه لافونت بهذه الطريقه، نقلبو القماش من الداخل ونكفوهم هكذا. هاليكم كيفاه جاتنا لا فونت تاعنا ها هي. دركا نروحو نحكمو هذاك الشريط اللي قلت لكم عليه، نطويوه ونخيطوه في بعضه هكذا. ومن بعد نحكم قلم الرصاص، نجي من جهة المفتوحة وما في زوج مفتوحين، نجي من جهة ونقلبو بهذه الطريقة ونخرجو على هذه الجهة المفتوحة، وبهذه الطريقة راهو تقلب. نروح نعقب عليه دوكا المكوات بحيث انه هذه الخياطة تجيني من الخلف هكذا. هاوليكم بعد ما كنت عقبت عليها المكوات، دوكا نروحو نلصقوه في القطعه الاماميه. هاي لكم القطعه الاماميه، نحكمو نخليو واحد سنتيمتر من الاعلى بهذه الطريقه، ونزيدو واحد سنتيمتر نبعدو بواحد سنتيمتر على الخط هذا تاع الوسط، ونبداو نخيطو فيه بهذه الطريقه هكذا. وديما نحافظوا على مسافة الواحد سنتيمتر بعيد على الخط الوسطاني هكذا. ومام لافونت من التحت نخليه واحد سنتيمتر عليها هكا ونخيطه هاي ليكم. كي نردوها وكيفاه يجينا، هذا هو الشريط اللي راح نركبو عليه لي بوطون. لهنا هذه الجهه اللي من الفوق راح نعقب عليها من الفوق سورفيلاج عفوا، راح نعقب عليها سورفيلاج
ومن بعد نطويها ونخيطها لداخل بهذه الطريقة، نطويها ونخيطها هكذا. هاي ليكم بعد ما كنت طويتها وخيطتها. دوكا نروح لي بانس. لا بانس نحكم نطبق على الخط الوسطاني، ومن بعد نسويفي المثلثات اللي كنت رسمتهم نخيطهم هكذا. نزيدو لابانس تانية بنفس الطريقة، نطويو على اتنين في الخط الوسطاني هداك، ونسويفيو المثلث اللي كنا رسمناه من الأعلى، ونزيدو نسويفيو المثلث من الأسفل، نخيطوهم بهذه الطريقة هكذا. دركا هام كيف خرجوا لي لي دو بانس، وكيف خرج لي هذا الخط اللي في الوسط. دركي نحدوهم بالمكواه يبانوا مليح. دوكا نزيدو الخط القطعه الخلفيه بنفس الطريقه، نطويو لا بانس تاعنا في الخط الوسطاني، ونخيطو المثلثات تاعنا من الاسفل من الاعلى ومن الاسفل هكذا، ونزيدو نديرو لابانس الثانية بنفس الطريقة. ان شاء الله تكون الطريقة راهي واضحة، واللي ما فهمتش حاجة تخلي لي تساؤلاتها في التعليقات راح نجاوبكم. هكذا راهم لي دو بانس تاع الخلف راهم واجدين تاني. دركا راح نكفو هادو الاقواس تاع الطابق. انا راح ندير لهم جوست شوفيلاج، ونعاود نكفهم كفه صغيره بلا ماشين. نرجع نذكركم باللي اللي ما عندهاش ماكينه السرفله تقدر تعوضها بالزيكزاك تاع لا ماشين، واللي ما عندهاش كيف كيف الزيكزاك تاع لا ماشين راني درت لكم فيديو مخصص نوضح لكم فيه طريقه الخياطة بالماكينة العادية اللي ما فيهاش زيكزاك وما فيهاش سرفلة. خليت لكم فيديو، درت لكم فيديو عفوا يوضح كامل الطريقة اللي تعدلوا بها لافينيسيون، راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. هاوليكم كنت درت كفة صغيرة في لي دو كوتي من ومن بلا ماشين عادي، ونزيد ندير تاع الامام بنفس الطريقة عليكم. دوك نكفهم نعاود نول. دركا نرجعوا للقطعه الخلفيه نعينوا فيها الوسط، ونجيبوا هذه القطعه اللي راح نزيدوها من الفوق في لوكول كيف كيف نعينوا فيها الوسط. هاوليكم الوسط تاعها هكا، الوسط نحطوه على الوسط اللي عيناه في الجهه الخلفيه بهذه الطريقه على الوجه الصحيح، ولكن راح نخليه 3 الى من 2 الى 3 سنتيمتر من الفوق في هذه القطعه الزايده، بنكفوا به من بعد بهذه الطريقه هكذا. ومن بعد دوكا نعت لكم كيفاش راح نركبوه في الجهه الاماميه. نحكموا الجهه المفتوحه تاع هذه القطعه نكفوها، هاي الجهة المفتوحة نكفوها هكذا، ومن بعد نروح نحطوها على طرفي الشريط. يعني هما عندنا اثنين، دوك نحطو الاولى ونزيدو نحطو الثانية، نحطوهم على طرفي الشريط اللي في الوسط بهذه الطريقة، مع احترام هذيك المسافة اللي قلت لكم نزيدوها من الفوق تاع 3 او 4 سنتيمتر اللي نكفو بها بهذه الطريقة. دركا نبداو نخيطو كيما قلت لكم، نطويو هذيك زياده مره ونزيدو نطويوها مره ثانيه، يعني نديرو كفه هكذا، ونخليو هذه المسافه اللي في الوسط هذه اللي راح ندخلو فيها لاستيك، يعني نديروها شويه عريضه
هكذا، ونمشيوها على لو تور تاع لو كول كامل حتى نخرجوا للقطعه الزايده، نزيدو نكفوها بنفس الطريقه هكذا، ونزيدو ندخلو في القطعه الخلفيه ونكملو نكفو بنفس الطريقه، نطبقو على القطعه الخلفيه ونخيطو. هكذا، وهنا رانا خرجنا من القطعه الخلفيه، نزيدو نكفو هذه القطعه الزايده. وهنا قبل ما نكمل لازم نزيد نعدل الجهه الثانيه، ها هي نحكم نعاود نكف هذا الحرف اللي راح يلصق لي هنايا بنفس الطريقه اللي درنا بها القطعه الاولى او الجهه الاولى. هاي ليك نكفوه هكذا هكذا، نثبتوها على الطرف الثاني تاع الشريط كما قلت لكم اللي في الوسط هذاك، نثبتوه هنايا. راح نحكمه بنقابيه ونزيد نحكم هنايا مع الطابق، نزيد نحكم هنا باش تسهل عليا عمليه الخياطه. نعاود نرجع منين حبست قبيل ونكمل نخيط بهذه الطريقه هكذا، ولهنا راني وصلت بخاسك من نقطه البدايه يعني الطرف الثاني تاع الشريط، وهكا خرجوا لي. نروح دركا نكف هادو الجهه هذه اللي من تحت، راح ندير لها سورفيلاج ونعاود ندير لها كفه صغيره. دركا هذيك المنطقه اللي كنا نخيطوا منها من الاعلى دركا هي اللي راح ندخلوا فيها لاستيك، ندخلوا فيها لاستيك تاع 1 سنتيمتر. وهذاك الشريط اللي في الوسط راح نركبوا فيه لي بوطون، لي بوطون كل وحده وذوقها، يعني كاين اللي تحبهم كبار، كاين اللي تحبهم صغار، كاين اللي تحبهم من نفس اللون، كاين اللي تحبهم من لون اخر، كل وحده والذوق تاعها. هكا نطويو ونكملوا نخيطوا كفه صغيره فقط على لو تور كامل تاع هذه القطعه الزايده اللي من الفوق. هكذا هاي ليكم كيفاه جاتنا. دركي ندخلو فيها لاستيك تتلم بهذه الطريقه. دركا نروحو نلصقو لي دو كوتي، قبل ما نلصقوهم نخدمو هادو الاشرطه. نحكمو كل شريط فيه 10 سنتيمتر طول و 3 إلى 4 سنتيمتر عرض، ونكفوه بهذه الطريقه، نطبقوه مره على اليمين ومره على اليسار، ونزيدو نطبقوهم فوق بعضهم ونخيطوه بهذه الطريقه. هادو راح نديرو فيهم لي زانو لي جوف لي كوتي اللي باش ندخلو فيهم بعد الحزام. هكا نبداو نخيطو دركا القطعه الاماميه على القطعه الخلفيه بهذه الطريقه، وفي الخط تاع الخصر نطويو هذا الشريط تاعنا نحطوه في الوسط ونكملو نخيطوه. هكذا، ونزيدو الجهة الأخرى بنفس الطريقة. هكذا نروحو هادو الخياطات في زوج نعاودو عليهم بسيرفيلاج، ودركا ننتقلو الى الكفه تاع الفستان من تحت.
رايحه ندير لو سيرفيلاج في لو تور كامل وندير كوفه صغيره بلا ماشين فقط. ومن بعد نروح نحدو بالميكوات. كما ديما نقول لكم ونوصيكم باللي اهم ايطاب في لافينيسيون هي انكم تستعملوا الميكوات وتقتلوا الخياطه كامله بالميكوات باش ما تبانش هكا، ما تبقاش شكلها غير منظم. ونركب لاستيك ونركب لي بوطون ونعاود نوري لكم الشكل النهائي تاع الفستان. هاوليكم الشكل النهائي للفستان تاعنا بعد ما كنا ركبنا لاستيك في هذه الكفالين بالفوق. هاوليكم وبعد ما كنا ركبت هادو لي بوطون الصغار هادو وخدمت حزام وركبته في الوسط هكذا. ان شاء الله يكون عجبكم الفستان، واللي عجبها ما تنساش تضغط على زر جام، واللي مازالت ما اشتركتش معنا في القناة مادا بيا تضغط على زر اشتراك. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.